جدد أهالي حي الموظفين بمحافظة البصرة تظاهرهم على شركة المنفذة للبنى التحتية، مؤكدين خلال وقفة احتجاجية أن الكهرباء وتعبيد الطرق أصبحت من أبرز المشكلات التي تمنع الأسر من الاستقرار، داعين الجهات الحكومية الرقابية إلى اتخاذ إجراءات تعجل استكمال الخدمات في المنطقة. البنية التحتية. أنا من سكنة هاي المنطقة، عندي بيتنا في هذه المنطقة، والشركة نعتقد أن هناك خلل موجود في إكمالها للبنية التحتية. يعني هناك خلل في قضية المجاري، خلل في تأخير في تبريط الشوارع، هناك تأخير في قضية الكهرباء، وهي قضية حاسمة، قضية جدا مهمة وجدا محورية. الآن احنا أقبلنا على الصيف والجو ملتهب وحار، الآن الساكنين تقريبا حدود أكثر من 25% لعله. الآن الناس بحاجة إلى كهرباء، ما ندري شلون الآن هذول الموجودين الساكنين الآن راح يقدرون يواجهون لهيب الصيف اللي راح يجي الآن، وإحنا يعني الآن نحن قريبين على شهر السابع وشهر الثامن والرطوبة الموجودة. زين الآن الشركة المفترض يعني الشركة جاي تقول أن هناك أسباب فنية خارجة عن يدي، باعتبار انه الضغط الواطئ ليس من 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 يعني من مهمتنا. احنا نقول لهم الان انتم وفروا الان قضيه المحولات المؤقته، الان نحن بحاجه ماسه الى الكهرباء. المفترض الان الشركه تسعى لتحصيل محولات مؤقته للناس حتى الناس يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، واحنا جاي نشوف هذا الشيء ما جاي يتحقق. وسوينا مظاهرات قبل، يعني تظاهرنا قبل مده ايضا، الشركة ما استجابت، والمفترض أنه الشركة الآن يعني حتى تكون شركة رصينة والشركة إلها اسم وشركة تكون يعني فعلا أنه تنجز عملها وفق ما هو مخطط إلها، المفترض أنه تتابع قضية المجاري وقضية التبليط وقضية تعبيد الشارع وقضية الكهرباء اللي هي القضية جدا محورية وجدا أساسية. اليوم وقفة احتجاجية لأبناء حي الموظفين، المطالبة بإكمال البنية التحتية، علما أن هذه الوقفة هي أكثر من مرة سبق وأن طالبنا الشركة بإكمال البنية التحتية، إلا أن الشركة ترى أن هناك أمور إدارية بينها وبين المحافظة متوقفة ولم نعلم ما هي الأسباب، وطالبنا المحافظة وطالبنا الشركة بإكمال البنية التحتية، وخصوصا نحن في بداية الصيف والجو حار، وهذه المنطقة أمامكم عدد ساكنيها والبناء يعني أكثر من باقي المناطق، إلا أن هذه المنطقة لا يوجد فيها كهرباء، فنتمنى من جنابكم والقنوات الشريفة إيصال هذه المظلومية إلى الجهات المعنية بإكمال ومتابعة عمل الشركة وإكمال البنية التحتية، جزاكم الله خير. نحن أفراز 73، منطقة 73 اللي خلف ياسين فريبط، هذه المنطقة توزعت، يعني احنا موظفين بلدية البصر، اغلبنا موظفين كلها تعبانين، رواتبنا تعبانه، واغلب الاخوان اللي ساكنين منطقه بالتجاوز، يعني هسه اغلبهم تجاوز، انا واحد من التجاوز. زين وهسه حتى مبلغيني بالشيء، يعني كم شهر هسه الحمد لله احنا قدمنا على القرض وبنينا مثل ما تقول شو ما كان، والحمد لله شو، بس اريد شغله الكهرباء، يعني باشر عقبانه ما يقبل اي مسؤول او سيد المحافظ بين انا وعائلتي اقعد بالشارع. احنا من تنتظر الكهرباء حتى العالم كله تقعد، هي صار من 2019 الشركه، هسه احنا بال 2023، يعني لحد الان ما مكلمونا التحتيه.